السلام عليكم الاخوان والاخوات. بزاف ديال الناس عندهم السيارات ديال الليسانس، كيقول لك ملي كنديماري السياره ديالي في الصباح هاد اللي قوي هذا ديال الار بي ام كيولي طالع وكيصبر واحد شويه عاد كينزل. علاش كيدير هكاك؟ كيف ما غنوريكم دابا في هاد الفيديو. هاد السياره هادي ديالنا شحال هادي ما خرجت بها، شحال هادي ما حركتها، والدليل هانتوما شوفوا راها مسكينه موسخه حيت كانت شتا، يعني شي 15 اليوم ما تحركاتش. ملي غنديماريو دابا السياره الار بي ام غادي يطلع واحد الشويه وغادي يدوز واحد الثواني معدوده والار بي ام غيهود، وغنقول لكم علاش هذا الار بي ام كيطلع ومن بعدها كيهود. بسم الله. دائما فاش كنديماريو فاش كنبغيو نديماريو السياره كتكون شحال هذه ما ديمارات، اللي كيكونوا سيارات حديثه وعندهم البومبا في الريزيرفوار، دائما كنتسناو واحد الشويه نديرو الكونتاكت ونتسناو واحد الشويه. علاش؟ باش يدوز ليسانس في المواسير، الفلتر يعمر، المسطرة ديال الانجيكتور تعمر، والبومبا كتكون مرتاحة كتشفط ليسانس. كنوليو نطفيو هكا ونوليو نشعلو، ودابا غنديرو امارش. بسم الله. ولاحظوا هاد الار بي ام غادي يبقى طالع عاد باش غيهود واحد في واحد الثواني. بسم الله. ها انتوما شفتو، ها هو طلع تل الواحد، هو غيبدا دابا ينزل شويه بشويه. ها انتوما غنبقاو حاضينو حتى ينزل، ما غنهضر ما غنتكلم حتى ينزل، ونسكتو السياره وغنشرح لكم علاش. ودابا الاخوان كيهود شويه بشويه، والصوت نتاع الطوموبيل كيتبدل. صافي دابا غيبقى فيكس تما، دائما كيهود تحت الواحد بجوج نقطات وكيبقى ما بيناتهم في الوسط ما بين الجوج التحتانيين، وكيكون يعني قريب يوصل للثالثة. يعني كيكون في هذيك 700 دورة. صافي انا عندي غيبقى هنايا فيكس. دابا غنقول لكم علاش. غنبلاصي التليفون، نوقفوا هاد التليفون هذا هكا، وغنقول لكم علاش خاصو هذا كيبقى هكذا. هاد اللي قوي هذا الاخوان هذا ديال الار بي ام، علاش ملي كتكون السياره باتت وهي ساكته وفي الصباح كنجي ندير امارش، هاد الار بي ام هذا كيف ما شفتوا كيولي يطلع حتى لواحد او 1000 يعني و 500 دوره او 1100 دوره والى اخره، او كيبقى فيكس في 1000 دوره حتى كدوز واحد 40 ثانيه او 35 ثانيه كيف ما شفتوا دابا عاد باش كيولي كيهود. الجواب بكل بساطه، اول حاجه واش هذا مشكل؟ هذا ماشي مشكل نهائيا، تفهمنا؟ هذا ماشي مشكل نهائيا، وما عندكم مناش تخافوا. السيارات اللي كتكون حديثه كلهم هكذا، فهمتوا؟ كلهم هكذا سيرتو السيارات ديال الليسانس. علاش الار بي ام كيطلع؟ الار بي ام كيطلع باش الكيلاس يسخن والبوجيات يسخنوا والصبابات يسخنوا والشومبرات ديال الاحتراق يسخنوا باش يكون واحد الاحتراق اللي هو متكامل. ملي الموتور او الحساسات كيقراو بان الراس ديال الموتور سخن والصبابات سخنوا، علاش الصبابات خاصهم يسخنوا؟ الحقن ديال الوقود كاين جوج ديال الانواع في ليسانس، كاين الحقن المباشر وكاين الحقن الغير المباشر.
الحقن الغير المباشر دائما كيكون الانجيكتور كيكون على برا يعني فوق الصبابة، والصبابة خاصها تسخن. علاش خاصها تسخن؟ خاصها تسخن باش ملي ترشفوق منها ليسانس، داك ليسانس يتحول من مادة سائلة إلى بخار، بحال إلا غترش واحد الفليتوكس، باش هذاك الوقود يتخلط مع الريح ويكون عندي واحد الاحتراق اللي هو متكامل. ملي الشومبرا كتسخن كيولي هاد الليكوي هذا هود، يعني هاد العداد ديال الار بي ام او هاد العقرب ديال الار بي ام هود، كيبقى هنايا فيكس، كيقول لنا بانه المحرك ديال السياره سخن، يمكن ليك انك تتمشى بالسياره ديالك، عكس هادوك الناس اللي كيخليو السياره تسخن واحد المده ديال 5 دقائق 10 ديال الدقائق. وصلنا لهذا الفيديو الاخوان، بارطاجوا معلومه مع الناس اللي ما عارفينش، والله يعاونكم حتى لشي فيديو جاي ان شاء الله.